صباح الخير، كيف حالكم؟ احنا الساعة 6 الصبح بنصور بفيلم هوم سويت هوم. هاي الشباب اللي بجهزوا الناس شايفين. بصراحة هذا الفيلم تحدي، لما تكون قصة فلسطينية بكون صعب بالنسبة لي. فبتأمل كل شيء يطلع حلو، الممثلين بيجهزوا، الإضاءة والشباب زي ما انتم شايفين بيجهزوا. كل المشاهد اللي موجودة رح تكون جوا البيت، عن عائلة بتعيش جوا البيت حياة طبيعية. بنشوف بالآخر كيف بسبب هذا الاحتلال هاي العائلة عم تنسرق من بيتها، من تفاصيلها، من الأشياء الموجودة البسيطة اللي جوا بيتهم اللي هم تعودوا عليها، اللي هم بيحبوها متعلقين فيها. شوي القصة بتزعل يعني، بس أنا خايف صراحة. لسه احنا الصبح الساعة يعني 6-7 صارت بس ما بلشنا، فإن شاء الله يطلع حلو. هيك بس اشوف كومنتس كيوت تقريبا ام الابن، بعدين تيجي بدك تمسكيه وتوقفيه عند المارك. هلا لما تمسكيه بايد وحده مثلا من تحت من عند ايد ام هون بتحط المارك بتتغلبي. فايش بتحكي له؟ انه بنفع حبيبي تيجي نعير له؟ بدي نعير له حبيبي. اوكي. وهو لما يجي يقعد بتبعت له الكاميرا اوكي تمام. بس اشوفكم بتحطوها ممكن هو ينكش عليك يضحك معه يعني كلقطه منه. راح يكون الاب واقف هان والام بتحط علامات هان للولد. الكاميرا بترجع تراك اوت. اكشن حبيب، تيجي تساعدني نعير له زي اخته؟ يلا. سكت الكاميرا. كاست البيبيز عم بيروحوا بس مغطيين عشان الدنيا برد، لازم يكونوا دافيين. هذول ممثلين كبار رح يصيروا بالمستقبل. شكرا شباب، شكرا على مساعدتكم معنا. شكرا شكرا. بس تكبروا بنحكي لكم، بس تكبروا بنشوفوا الفيلم. بدي احكي لكم شغله كثير غير صارت معنا في هذا التصوير. وانا بدور على بيوت كنت بدي هيك تبين الحاره والبيت شوي بيشبه القدس قدر الامكان. فاحنا بندور كثير ناس كانوا ما يحبوش فكره انه يصوروا بالبيت وكذا، انه صراحه هي غلبه. بس اصحاب البيت هذول كان في عندهم بالعائله ناس بيحضرونا بيحبوا افلامنا وبيشوفوا ايش بنشتغل، فاقنعوا اهلهم انه يخلونا نصور عندهم. فشكرا كثير لكم، سامحونا على الغلبه والتغييرات اللي بالبيت. انا قبل شوي الحجه حكت لي خلص بعد شو صرنا يعني كنا متلبسين ما انتم صرتوا جايين. فشكرا كثير انكم ساعدتونا وعطيتونا بيتكم متحملينا، وانا عارف قديش ضجي وازعاج ومنغير وبتعرف يعني التصوير عجقه جوا البيت. شكرا كثير لكم، كنتوا جزء من هذا الفيلم عن جد، شكرا من القلب. شو قص؟ شو قص؟ بس ما بعرف شعري في الدار والله يفضحونا. دور احكي لنا هيك ايش عم تعمل؟ هو دهين يكونوا معبيين طراشه، فعم بحاول اعبي طراشه بس اللون تاع الحيط قريب على الجلد فما عم يبين، فعم بحاول الاقي لون يبين على الجلد. احكي لي ايش الترانسفورميشن اللي عم تعملوه؟ عم لا ايش؟ اوكي عم نعمل هلا عم نغير زي كانه مرق 7 سنين من اول ما شفنا البيت. فهلا اخر مرحله قبل ما يدخلوا المستوطنين عشان ياخذوا البيت لهم. فانا بدي اهدى لما يحكي لي اتفقنا انه هن الباب، انا بدي احكي له اوكي بس انه هاي الزاويه بالضبط نسينا حاطينها. طيب تمام. الله يعطيك العافية يا بوران. لا 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 ايش عم تعملوا؟ ايش في؟ شو؟ ايش عم تعمل؟ مش اتفقنا ان ندهن الباب؟ اتفقنا ندهن الباب بس هاي الزاوية خلوها. طيب ماشي روحي روحي. ابو رامي الله يرضى عليك بس صرنا سنين محافظين على هاي الزاوية. يا حبيبتي خليني احكي مع الزلمة. ابو رامي الله يرضى عليك، دهن الباب بس هالشقة هاي انساها خلص اتركها. شو كيف رضاك لهلا؟ ما بعرف.
هذا تشوف الافلام بالذات الفلسطينيه رعب. لما تعمل فيلم فلسطيني مش سهل. يعني شو حاسس انت لهلا؟ ان شاء الله يطلع حلو ان شاء الله. مش عارف جد امشي من هون بركض لجوا. لما يركض لجوا انت من هون تعال مسكتها. انت نهولي هيك تعال قبل ما انسى. انت اكيد حطي عند الباب وانت بصير تنصفيله بوجهه. كل رح يجي يساعدك. اوكي. لما يجي يساعدك هو بصير يحط بالماء بنظف له بوجهه بايش؟ هيك بايدك هيك 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 انه ليه ما تنصف حالك هيك؟ انت عم بتصير تنظف الواحد هيك. بالضبط. خلينا نجربها نشوف كيف الاكشن بيطلع. ليه هيك وجهك؟ بس اليوم تحممت. وقف وقف شوف احمد بالله تعطيني قلم. رد على امك. وقف مشغول. قاعد انا احضر. شباب جوا ما حدا يضحك. ومؤيد المستوطن اللي ورا البنت بده يكون قام عم بدخن سيجاره مع الجندي اللي واقف عنده. خلصنا تصوير الفيلم. هاي الكرو بلش يضبط. شكرا للحلقة. شكرا كثير مؤثر لدرجة انه في مرحلة معينة ما قدرناش نمسك حالنا كلنا كثير تأثرنا. بس الحمد لله انه طلع حلو. ان شاء الله يعجبكم.